شخص، أي شخص عاقل، هاتف وانترنت يدخل لهيئة الأمم المتحدة. هاي الأخت قاعدة تقولكم، توريكم في الفيديو، أنا قاعد نسوق ونوريتها لك. السؤال الثاني، شكون دخل الجزائر؟ دخلها أو تسيدك يعني المخزن والمالك تاعك يطالب بالجزائر. أنا ما نقولكش علاه الجزائر، ما نقولكش الجزائر طرف بحكم الموقع وبحكم القانون الدولي وبحكم سيدك الملك تاعك يطالب بحضور الجزائر في مناقشة القضية. أنا أخويا عاش سيدنا، وسيدنا قلنا الدخل والجزائريين في القضية، أنا موجود، أنا أسمع لي كلام سيدك، أنت ما تسمعلوش الله يسهل عليك. أما أنت بهجي وتتحدى الناس في أمور أنت تعرف بالإجابة تاعها، قلنا لكم قدام من مرة يا أخويا كي تعود فاطر بالحريرة ما تطلعش ناقش الناس، ما تطلعش ناقش الناس بالله عليك. دقيقة يا أخي يونس، صحبي هذه طريقتي أنا، قبيلة وصفني سيد بالكلب ولم أنفعل، هذه عادي أن نصف الناس هذه الطريقة تهكم في الخطاب السياسي ولا في مناقشة سياسية. عنده الحق يرد علي كما يحب هو، يقول لي بلي أنا رد عليك. هذه الجزائر طرف تاني في الموضوع، حتى طير لك أنت كما زلت. دقيقة يوسف، يونس حتى احنا اللي الصحراويين معنيين بالأمر، ما قد نتكلموا ولا شيء. دوك تتكلم يا أخي، دوك تتكلم يونس، طير لك وانت ما عندكش مشكل. دقيقة يا أخي، دقيقة يا إخوان، احترموا الأدواء. أكتفي أحمد أنا ممكن حبيت نتحكي ذركا لأنه بعد ظروف العمل اليوم ما تسمح ليش ما نكون متواجد معكم. بارك الله فيك. يعني كل اليوم هذا نحب مقتطفات صغيرة برك به نجاوب على هذا اللي فاطرين بالحريرة. بارك الله فيك فاطر. السي أحمد السلام عليكم. كلمة أخي العزيز، دقيقة يا أخي، دقيقة يا إخواني، حق الله رجاء نمشوا بالترتيب، نعطوا فرصة للأخت بما أن فتحت كاميرته وبعدين نرجع لأخوة الأخرين بالترتيب الرجاء. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فيما يخص المغاربة اللي يقولوا أنتم الجزائريين شا دخلني فيكم، أولا وقبل كل شيء إذا تكلمت يعني قانونيا الجزائر هي طرف مراقب في القضية الصحراوية وفي الأمم المتحدة، يعني نحن ليست قضية إدخال أنوفنا يعني عبثا وإنما بالقانون الدولي، هذه أولا. ثانيا لما تتكلم وتقول أنه إسبانيا هي من وضعت الملف، بالله عليك أنا لما ندخل يعني ندخل للسيت تاع الأمم المتحدة ونروح نقرأه من الألف إلى الياء ونلقى أنه إسبانيا هي من وضعت الملف، وهي وين موجودة الإدراج في قائمة الأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي، أدرجة الصحراء الغربية في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهذا في فترة يعني كانت مستعمرة من طرف الإسبان سنة 1963 بعد أن أحالت إسبانيا معلومات بشأن الصحراء الإسبانية بموجب المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة. ولما ندخل أنايا ونشوف أن إدارة الأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي اللي هي الصحراوية لحد الساعة ولحد الآن ليست تحت إدارة يعني المغرب، كيفاش تجي انت تقنعني أنه تلك الأرض هي أرضك؟ احنا حابين نفهموا، حابين نكونوا حياديين، لكن انتم ما قدرتوش انه تعطونا ادله وبراهين منطقيه، فقط تقولوا لنا كلينا السردين كلينا الحوت في الشاطئ، هذا الشيء ما يعطيكش الارض يا اخي العزيز. لما تقول لي انه ليست هناك دول استعماريه تحط الملف، اكيد راح نناقشك في موضع اخر، لانه قضيه جبل طارق من وضع الملف هي بريطانيا وليست اسبانيا. تكلمونا بالأدلة وبالبراهين يا صحراوي، راك تتكلم يعني وتقول أنه الجزائر خلاص احنا ننسحبه، لكن حاول أنه لما تتكلم مع الصحراوي تكلم بالأدلة وبالبراهين ومن الأمم المتحدة يعني بطريقة قانونية. الكارثة والأدهى أنه لما ترجع يعني وتشوف أنه الرقم 37-34 في الأمم المتحدة يتهمك أنت كمستعمر، يتهم النظام المغربي أنه مستعمر للأقاليم الصحراوية، في حين أنه الأخ يونس لما تكلم وقال أنه لماذا الشعب الصحراوي لا يطالب بالصحراء الشرقية. أنت يا يونس عندي حساب معك أنك تعيش في الجزائر وتطالب بالصحراء الشرقية، راك في وسط الجزائر يا يونس، افتح كام وروح لأي يعني قنصلية مغربية في الجزائر ولا روح لأي مكان في الجزائر وطالب بالصحراء الشرقية وشوف شي يديروا لك. شكرا.
بارك الله فيك، شكرا. نعطوا حق الله فرصه لاحد الاخوه الصحراويين، كيف مثلا الصحراء، هذا صحراء اعطي الصحراء وانا وراه. السلام عليكم الاخوان. هل هذا سؤال اول قبل ما نجاوب على سؤالك اللي طرحته او هو موضوع الديس بالنسبه لكلمه تخنوش، نجاوب على هذا الاخ اللي يدعي انه صحراوي، والله ليس بصحراوي، هذا من المستوطنين الذي دخلوا العيون في 1975 وكبروا وترعرعوا مع الصحراويين وعادوا عادات الصحراويين المهم الى اخره. هذا ما يمثل الصحراوي ولا هو صحراوي، وحاشا انه قاعد يعود صحراوي. بالنسبه لكلمه اخ النوش، اول شيء اعترف بان هناك حرب، يطلعوا علينا هنا حمارك هون مربعين الراس يقول لك ما كاين حرب ولا الى اخره. وقضيه الحكم الذاتي، احنا شوف الحكم الذاتي اعطتنا اسبانيا، ما حد اسبانيا مستعمرتنا اعطتنا الحكم الذاتي ولن نقبله. كيف فضلك لان نقبلوه مع المروك جامي دلافي غادي نقبلوه مع المروك. بغيت تسويه الوضع، والله ديروا الحل، اعطونا حق تحقيق مصيرنا، والله عاون اللي باغي يمشي مع المغرب واللي باغي يمشي مع الفيتنام واللي باغي يمشي مع مقاديشو، احنا ذاك ما يهمنا، المهم اعطونا حقنا في التصويت كصحراويين كاصحاب الارض، اعطونا حقنا في التصويت ونصوتوا سيتو. هذا هو ياك، هذا بعد حل عادل، غير هما يتهربوا من هذا دائما. المفاوضات رانا دريك هما اللي يقربنا لنهايه السنه، دريك هما اللي يتم اللي تجديد بعثه المينورسو، المبعوث دريك الشخص اللي يتم اللي يدير جلسات هما اللي كمل عاده، وكما حليمه ترجع العاده القديمه كيف ديما. وشكرا على الجيست موريتاني. شكرا، مرحبا، تفضل المحارب. عفوا الاستماع، بغى حد هما اللي ندخلوا. شكرا، بارك الله فيك. شكرا اخي، السلام عليكم. انا غير كنشوف الاخ جونيسي كيقاطع الناس، عيب وعار باش تطلع في اللايف وتقاطع. انا غنجيك من الاخر سي احمد. يا اخي نزلني باه يرتاح هو ذو الماط نتاعك، انت وليتي تقاطع انت ضعيف باش تجاوب. شوف حضاري وناقش، شوف ناقش الافكار، خلي عليك الاشخاص، ناقش الافكار يا اخي. انا انت كتدافع الجزائر، انا اخوك، انا واقوك ماشي الجزائري. يا محارب ما قاطعتكش صح، محارب ان شاء الله. شوف محارب اسمعني يا اخي، اسمعني، شوف اي حد قاطعك لا تحتاج على انك ترد عليه مباشره. ندور لا ما قاطعتكش، انا والله ما قاطعتك، غير بغيت نوصل كلام. لا نبهت، شوف نبهت على انك حد قاطعك ما تحتاج ترد عليه، ندور نقفل وانا مايك مباشره. يا الله سي احمد، شوف انا والله نحترم اي واحد طلعني اللايف ونبقى نقاطع، عيب وعار، لان كنبين ضعف شخصيتي، انا ما عندي باش نجاوب. انا غير اللي بغيت نقول لاخواني، هذوك اخواني ومازال نكون نقول لهم اخواني الصحراويين المغرر بهم من طرف العصابه بومديان. وكنقول لك السي احمد، شوف السي احمد، يقول الاخوان الصحراويين الا مازال كتحلموا بان الصحراء غادي تخرج من المكان المغربي، راه باغي كيضحكوا عليكم 50 سنه وهما كيروجوكم. والله ما، شوف والله ما كيدافعوا عليكم، قسما بالله ما كيدافعوا غير على البحر الابيض المتوسط، وهذا لن يكون للجزائر، لن يكون. وانا والله العظيم انا كنت في الحدود الموريتانية. البحر المتوسط في الشمال يا اخي، ما باش قاطعتك شال اخت، احترمي نفسك الجزائريه، سيري تحرري غير نفسك، حرري نفسك غير من العصابه، تشوفي لي انتخابات معليش، حرري غير نفسك من الجزائري، ما قاطعتك اللي بغى ينزل هذا ولا غير ساعه محترم. يا لا تبحال جزائريين في اللايفات، انا كنحترم انا المراه امي اختي، انا ماشي بسميتو ما قاطعتش قبيله ولا نسمعك. واصل انا كنتمنى السي احمد من هاد الجزائريين اللي يطلعوا يدافعوا على الصحراويين من حقهم يتكلموا، هذاك شغلهم. اما باش يطلع واحد بعيد يقول لك حنا مراقبين، يا الصحراويين راه 50 عام ما داروا لكم الطواليتات ويكذبوا عليكم يا الصحراويين. اقسم بالله نحن الصحراويين، الجزائر اهلنا، احنا ماشي اهلنا، احنا اسرائيل اهلنا، انت عدونا. احنا نقول لك انا شوف راك كتحل غير كتحل، شوف احنا منين قصفتونا بالبالم والاسلحه
الصحراء حق الله ما نبقينا قفل المايكري كاج لان نعتبرها ما هي ممكن غير حق الله رجاء يا بويا لا نجاوبو غير يمرر مغالطات خويا انا لا قلت له عن احنا جبرنا الجزائر اللي وقفت معنا من قصفتونا في بالبالم والاسلحه المحرمه الدوليه شكون اللي فتح لنا الابواب ديالو من غير في الجزائر يا محارب هم يقولوا بانهم يعني الجزائر فتحت لهم ابوابها وعندهم الحق على انهم يدافعوا عنها وتدافع عنها ما هو دافع حل السي احمد قلت له والله العظيم شوف يا اخي ما تفتح مايك يا اخي رجاء يا اخو رجاء احمد مادام رجعتني نقول كلمتين بركه ويرجع الاخ المغربي يكمل كلامه لا ما تخات على ما نخليكش تكلم ما قاطعتك انا ما قاطعتك شير حرر نفسك في الجزائر عاد تكلم لا حق الله رجاء شوف الانتخابات ديالك شوف المهزله ديالك ديال العسكر كبرانات فرنسا يا اخي محارب يا اخي مشكله لانك يا اخي انت تمشي في الامور اني قاطعك واحد تمشي في امور خارج يعني الموضوع ولا تسبب لنا مشاكل اخرى كبرانات هذه وهذه العبارات نحاول نجوزوها ياك نواصلوا النقاش حاول والله ما نقولها له ما يقاطع ليش ما قاطعت حتى واحد السي احمد وانا كنقول له شوف يمشي يحرر نفسه عادي يجي يتكلم على الصحراويين اما الا كتحلموا بالصحراء غير كتحلموا يقول لك كتحلموا حرر انت نفسك يقول لك نفس الشيء يقول لك مش انت حرر نفسك تقول يعني مش حرر نفسك الراعي والجلابيه دي دقيقه يا اخي دقيقه الحنفي واصل محارب اذا كان عندك يعني رد على الإخوة والله رد والله تعقيب على قراءتك لخطاب سي أحمد سي أحمد الله العظيم إما كاين اللي أنا غنمشي لك لشمال إفريقيا سبب شمال إفريقيا نعيشوا هاد المعاناة لا موريطانيا ولا المغرب ولا هما بروسهم ولا تونس وداك الشيء غير هاد الناس اللي راها كتحكم في الجزائر وأقول لك سي أحمد راه الجزائر لهاد الناس اللي كيتحكموا راه ما بصلاحت لهمش الصحراء باش تولي مغربيه ولا تولي جزائريه ولا تولي لان الا مشات الصحراء حتى انتهى الفيلم ديالها الناس اللي مسؤولين غادي يتحاسبوا هما كيوظفوا القاضيه ديال الصحراء باش يبقى الاستمراريه ديالهم في سميتو في الجزائر وراهم ولادهم عايشين بخير يا الجزائري شوف الامارات شوف السعوديه شلا جاي للمغرب وموريطانيا وما عندنا والو ما عندنا والو حنا وحسن منك بألف درجه يا اخي اقسم بالله العظيم نعم خويا احمد محارب حق الله يا اخي نتجاوز يا اخي ما عندكم والو لا والله ماشي تخليو يتكلموا شوف دقيقه يا اخي حنفي حق الله دقيقه اسرائيل هي امريكان شتي باش تعرف راك غير كتكذب على الشعب سميتو اخي دقيقه محارب اتركنا من اسرائيل واتركنا من امريكان والطاليان الى اخره تكلمنا عن تعقيبك على خطاب هذا الرجل تكلم واثار نقطه جل المقاربة كانوا يتنكروا والله لا يعترفون بها هي قضية أن توجد حرب في المنطقة حق الله تكلمنا عن هذه الجزئية اللي هي الفقرة المهمة في حديثه واش كتكلم عن الحرب الجزائر المغرب ما في حرب جزائر يا أخي مغرب أبدا ما عمر شوف وما كاين لا حرب وما كاين لا حرب لا والو دقيقة يا أخي نعم خلوه نعطوه دقيقة نفتصلوا نحن هو نعم تفضل محارب ما عمر تكون الحرب السي احمد لان ما مصلحتش الناس اللي حاكمه في فرنسا غتدير بالحرب غير كتلهي الشعب الجزائري والشعب مساكن المغلوب على امره في المخيمات اللي دلوا العار ديالهم باش يبقاو يهمهم ويبقاو هما تفضل اخويا اكسل شكرا اخي احمد والله العظيم شفنا يعني مهزله مع الاسف ولا ما طلعش تكلم ولا كلمه في الموضوع صراحه ما قدتش على ما نرد لكن نرد على بعض الكلام الفارغ اللي قالوا منها قضيه المحتجزين رغم انها قضيه تافهه لكن يردها حتى الرسميين في المغرب قضيه المحتجز احنا نشوفوا انه المحتجز يعني انسان بالفطره كيكون محتجز الحريه تاعو يعني هذه فطره في الانسان أنا كنروح نشوف المحتجز نشوف الصحراويين في المخيمات ما عمري ما شفتهم حاولوا داروا محاولة هروب ولا العكس أنا شفت محاولة الهروب المغاربة حاولوا يهربوا من بلادهم من الفنادق يعني هنا نعرف شكون المحتجز هنا يبان شكون المحتجز القضية الثانية قال لك عصابة بومدينة أنا نشوف أن العصابة العلوية هي أصدق تعبير يعني شو كنقولوا كلمة العصابة العلوية اللي هربوا انتم السبب فيهم وكان الأخطاء الأغلبية الوقت مقاطعي اسكت حق الله ما تقاطعي ما تقول يا اخي سكتي ما تقول يا سكتي تفضل اكسل وحاول حق الله هم انا اعرف لان الاخ اثار يعني قضيه مصطلحات عصابه الى اخره غير رجاء حاولوا نتفاداوها ما عندك مشكله اخي احمد يكون خاطرك الشيء الثاني اللي حبيت نرد عليه ثاني
الشيء الثاني اللي حبيت نرد عليه يقول لك باللي الجزائر هي سبب في يعني سبب الدول المغرب العربي. يعني نشوف انه هي العكس، يعني قضيه الصحراء الغربيه موجوده في الامم المتحده ماشي موجوده في الجزائر. يعني باش نصحح لهم برك اللي عنده بالك سوء فهم ولا كذا، نصحح له هذه المعلومه. قضيه الصحراء الغربيه موجوده في الامم المتحده، ناقصها مجلس الامن، ناقصها الجمعيه العامه للامم المتحده، موجوده في اللجنه الرابعه لتصفيه الاستعمار ماشي موجوده في الجزائر. يعني باش تعرفوا يعني هذه المعلومه. يعني نتمنى انه يكون نقاش في الموضوع يعني وما ندخلوش الجزائر وكذا وهذا كلام الفارغ وكذا. رجاء اخي احمد، بعض الناس راهم يطلعوا يحاولوا يحوروا الموضوع، يعني نتكلموا في الموضوع. من صراحه والله ما لقيت حتى حاجه نرد عليها، لانه ما كاش معلومه نناقشوها، ما كاش حاجه ملموسه نناقشوها، ما كانش. بالعكس نشوفوا انه ما زلت نشوف ان هذا الخطاب، باش نرجع لكلمه اخيره اخي احمد، خطاب اخنوش كان موجه للعياشه اولا، يعني للشعب المغربي بصفه عامه، باش ما نقولش كلمه عياشه. عاش الملك، خلصوا قراص دقيقه نفتخر عياشه ونفتخر حتى للموت. عاش الملك، عاش الملك، هذه تطرف الخطاب كان موجه. عاش الملك، عاش الملك. الخطاب كان موجه للمغاربة، يعني ماشي موجه للعالم، يعني لأنه العالم لا يعترف بالصحراء، يقول لك الصحراء المغربية. العالم لا يعترف بالصحراء المغربية، العالم يقول لك الصحراء الغربية. المواثيق الدولية كلها يقول لك الصحراء الغربية، أبار أخنوش اللي شفناه يقول الصحراء المغربية. ما فهمتش المصطلح. واضح أنه هذا الخطاب موجه للشعب المغربي. في ختامها عاش الملك. دقيقة حتى يجيك الدور نعطيك الكلام رجاء. شكرا أكسل، تفضل أخ شطرنج. السلام عليكم أخي أحمد، نهارك مبروك عليك وعلى باقي الشعب الموريتاني الشقيق. صحيح، الله يبارك. ساعة وأنا هنا بغيت نسمع شي مداخلة تتكلم على عنوان البث، لم أسمع شيء مع الأسف، مجرد مداخلات قادمة من أفواه الغوغاء والهراطقة والكراغلة. هذا هو التعبير، هذا الفقيه. فإذا استعملت يا العياش، هذا ما يقدر يصح، اعطوه يتكلم يا اخو. دقيقة يا اخي، انا معنا مشغول. ثانية واحدة نعطوه الحنفي وين معصي. ثانية واحدة بالسهل الاخ احمد، وتحيه للشعب الموريتاني وتحيه للشعب الجزائري. الجزائر مكه الثوار، الجزائر تدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، والجزائر خيرها سابق وما عندها اي طمع. الجزائر تدعم الشعب الجزائري. دابا نزل اخويا احمد، نزلها انت امراه. شوفي تم احترمي نفسك، راه معك الرجال هنا، احترمي نفسك. اللي غير قاطعك انت عندك واحد وجهه النظر، من حقي انا نحترمها، وانا عندي وجهه النظر من حقك تحترميني. المهم انا كنت مشغول شوي. المهم الاساءه غير مقبوله، وتشوف الاساءه غير مقبوله، يعني السب والقذف ولا اي رموز ديال البلد انسان ما يعدل الكلام، ولكن عنده وجهه نظر. انا شوف الجزائر اهلنا وخوتنا، وبين معهم الدم والعروبه. المغاربه هجروا الصحراويين من ارضهم، يعني لولا الجزائريين راه نقتلوا منهم الالاف، وندبحوا احياء مقابر جماعيه، اعتداء ظلما وعدوانا. جايين في 75 سارقين ارضنا، شبيننا معاكم؟ وهل اللي كان دير صحراوي مغربي ولا ما نعرف، ما كاين كاع صحراوي اللي يعود مغربي. الصحراء وعنده ثقافته وعنده لهجته، هذا مستوطن عايش في العيون المحتله ولا في بوجدور ولا في الداخل. نحن الصحراويين، اي صحراوي عنده مبدا وعنده قناعه ويحب الوطن. الصحراوي ما يرضي يعود مغربي، لانه صحراوي يبغي وطن، ودول الناس معتدين عليه. ضروره اي عائله صحراويه تلقى عندها شهداء، اما عمام واما جدادو. انت مجرم، بغيتني انا ندير معك السلام ولا ندير معك التسامح؟ طبعا الحال ما غندير معك التسامح، انت معتدي عليا وكتقولوا عنكم مسلمين. والاسلام علم على على علم على الحق، ما علم عليك تعتدي على جارك. انتم ظلمتونا ظلما وعدوانا، انتم ما بيننا معكم والو، افتصلوا معانا. دخلتوا اهل السجون،
كتشوف الصحراويين كتشوف الشعب الصحراوي. انا فيك نتفاعل معك شوي بخصوص حق هذه النقطه. قضية يعني هو فعلا نتفق جميعا ان الاخوه الصحراويين عندهم كامل الحق يعني في تقرير مصيرهم، تتاح لهم فرصه لانهم يقروا. انا كصحراوي يقر، نحن ايضا نعترف بان يعني انا كصحراوي انا اقرر مصيري لاني انا صحراوي نبغي تقرير المصير ديالي، ما يمكن لي نعد مع اي دوله محتله ارضي. صحيح، هذه مساله مفروق منها، يعني كل شعب يعني عندما يخرج من الاستعمار عنده كامل الحق على ان تتاح له فرصه يقرر مصيره ويعود اسبانيا. انا جاي استفتاء نصور على الجمهوريه العربيه الصحراويه صوت عليها. ما تشوف انت كصحراوي على ان الظروف يعني تغيرت، الظروف السياسيه والاقليميه والعالميه قاع تغيرت وعاد يعني وما هو مستحيل يا غير امر مستصعب يعني على ان تتاح فرصه للاستفتاء مثلا. ما تشوف الان في خيارات اخرى غير الاستفتاء مثلا؟ اي خيار غير الاستفتاء؟ شوف الخيار هو الشعب الصحراوي، مع انك انت في النهايه انت من تقرر يعني. انا ما انا كمواطن صحراوي، كمواطن انت اخ موريتاني، تحيه لك ومن حقك تطرح لي هذا السؤال لانك محايد. من حق انا كمواطن صحراوي اطالب بتقرير المصير وطالب بالاستفتاء، والصحراوي يقرر المصير وينتمي للمغرب ولا يقرر المصير وتقرير المصير. انا كصحراوي نقرر مصير الشعب الصحراوي.